السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام لدينا هذا الأسبوع أخبار كثيرة تستحق التعليق والتحليل على المستويين المحلي والاقليمي لكننا سنكتفي بالتعليق على ثلاثة أخبار منها فقط لننظر في دلالتها وأبعادها الخبر الأول يقول إن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد زار السعودية والإمارات والتقى بكل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وتلقى دعوة ثالثة من السيسي لزيارة مصر الخبر الذي تلاه بأيام قليلة هو ما ورد على لسان وزير الداخلية العراقي كاسم الأعرجي الخبر يقول أن السعودية طلبت رسميا من العراق التوسط بينها وبين إيران لحل مشاكل المنطقة كان هذا الخبر الثاني أما الخبر الثالث فهو عبارة عن تسريب نشره موقع ايست آي البريطاني يقول أن الأمير محمد بن سلمان أبدى للأمريكان رغبته في الانسحاب من حرب اليمن هذه الأخبار الثلاثة تنتهي إلى جذر واحد. هذا الجذر لو تحدثنا عنه فكأنما تحدثنا عن هذه القضايا عن هذه الأخبار الثلاثة. نعني بهذا الجذر الاستراتيجية السعودية والاستراتيجية الإماراتية. وانعكاسات هاتين الاستراتيجيتين في السياسة الخارجية والداخلية للدولتين. وأثر هذه الاستراتيجية على المنطقة العربية عامة وعلى اليمن بوجه خاص. يعني كيف تفكر القيادتان في السعودية والإمارات؟ في المنظور الاستراتيجي. ما الجديد في هذا التفكير؟ إلى أين سيقودهما هذا التفكير؟ يعني هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة، كونوا معنا. <applause> الذي يتأمل سياسة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى الآن يلحظ أنها اعتمدت في حماية وجودها على استراتيجية ذات قاعدتين أساسيتين بلغة عادل إمام. القاعدة الأولى هي العمل على إضعاف دول الجوار العربي. القاعدة الثانية هي الاعتماد على حماية القوة العظمى الغربية. بريطانيا في البداية وأمريكا في النهاية. أي أن السعودية لم تتبنى استراتيجية تقوية الذات. يعني لم تركز عناصر القوة الذاتية وتعمل على تطويرها. في كل بلد في العالم هناك عناصر قوة ذاتية ممكنة. متوفره امام اي حكومه. والانظمه الحاكمه في هذه الدول اما تعمل على استغلال هذه العناصر او تهملها. المملكه العربيه السعوديه من البلدان التي اهملت عناصر القوه الذاتيه واعتمدت بدلا من ذلك على اضعاف دول الجوار لكي تحمي نفسها وحمايه القوه العظمى لها من التهديدات الخطيره الكبيره. قبل الحديث عن الاثار التي ترتبت على هذه السياسه ونصيبنا نحن اليمنيين منها من المناسب التوقف عند الدوافع التي جعلت النظام الحاكم في السعوديه يعتمد على هذه الاستراتيجيه. من المعروف ان الانظمه الحاكمه في الوطن العربي انظمه قلقه لديها قلق وجودي مش على طريقه الفلسفه، قلق وجودي سياسي، قلق من الذهاب. وذلك لان لادراكها هذه الانظمه تدرك حقيقه انها انظمه غير شرعيه لانها لم تنبت بشكل طبيعي لم تنبت من رغبه شعوبها واراده شعوبها. النظام الشرعي هو النظام الذي جاء برضا الشعب ولهذا فانها هذه الانظمه لا تخاف احدا كما تخاف الشعب الذي تحكمه. الشعب هو العدو رقم واحد في قائمه اعداء هذه الانظمه العربيه. وبناء على هذه العقيده تعمل الانظمه على اضعاف المجتمع الذي تحكمه، واضعاف اضعاف مؤسسات الدوله لصالح المؤسسات الموازيه. دائما في الانظمه العربيه هناك مؤسسات موازيه لمؤسسات الدوله. المؤسسات الموازيه بالطبع هي مؤسسات الاسره الحاكمه او الطغمه الحاكمه. في كل الانظمه الفاسده هناك مؤسسات كما قلنا موازية لمؤسسات الدولة تعمل هذه المؤسسات على تقوية نفسها وإضعاف مؤسسات الدولة لماذا؟ لأن الحاكمين يدركون أن تقوية مؤسسات الدولة لو أنهم قووا مؤسسات الدولة الرسمية هذا سيؤدي إلى تقوية مؤسسات المجتمع لأن الدولة هي, هي مؤسسة اجتماعية في نهاية المطاف هي أعلى مؤسسة اجتماعية الدولة القوية هي دولة المساواة والنظام والقانون التي يحصل النظام الحاكم فيها على رضا المجتمع، هذه هي الدولة القوية، دولة فيها يسودها النظام، يسودها القانون، ويرضى عنها المجتمع. بدون الرضا الاجتماعي، الرضا الاجتماعي رضا الناس عن مؤسسة الحكم. هذا العنصر هو أهم عناصر القوة لأي نظام حاكم. الرضا الاجتماعي، إذا المجتمع راضي عن مؤسسة الحكم تصبح دولة قوية. والناس إذا لم يرضوا إلا عن طبعا عادة الناس لا يرضون إلا عن دولة المساواة والنظام والقانون. هذه هي الدولة التي يعني تحصل على رضا الناس في العادة. لكن الحاكم العربي ما يقبلش بدولة النظام والقانون. دولة المساواة والنظام والقانون لا تروق للحاكم العربي، لماذا؟ لأنها تحرمه من الامتيازات والفرص التي يطلبها. التي جاء إلى السلطة من أجلها الحكام العرب تناسبهم دولة الفساد أكثر لأنها تجعلهم أقوياء أمام شعوبهم دولة الفساد تجعل الحاكم قوي لكن دولة المؤسسات تجعل الأمة قوية الشعب قوي يكون مؤسساتهم الخاصة على حساب مؤسسات المجتمع الكبرى والأولى الدولة يعني وعلي عبد الله الصالح كان شاطر في هذا الموضوع كان عنده مؤسسات خاصة موازية كان يمأسس الفساد يجعل الفساد مؤسسة يعني زمامها بيده وبيد أبنائه أما مؤسسات الدولة الحقيقية فكان يهملها ولذلك لما سقطت الدولة لم يسقط شيء الشعب كان عايش خارج الدولة وما زال عايش خارج الدولة إلى الآن لأنه لم يكن لديه دولة لم يكن يستند إلى دولة علي عبد الله الصالح لم يبني دولة كما يقولون وكما يتوهمون وإنما كان يبني نظامه الخاص داخل الدوله، جيب سرطاني داخل الدوله. هكذا الحكام العرب كانوا يتصدون للشعب في وقت السلم، في وقت السلم كانوا يفسدوا مؤسسات الدوله. اما عند التهديدات امام التهديدات الخارجيه لسلطانهم فيتصدون لها بطريقه بطريقتين كما قلنا، الاولى اضعاف دول الجوار التي يخشونها او قد يكون فيها تهديد. والاخرى الاستراتيجيه الاخرى الاعتماد على حمايه القوى الاجنبيه مع تقديم التنازلات الضروريه لهذه الحمايه، طبعا انت لما تطلب من واحد قوي يحميك لابد ما تقدم تنازلات ضروريه من ثروتك، من سيادتك، من كرامتك، من اشياء كثيره. في سياسه اضعاف دول الجوار تبدو السعوديه وكانها الدوله رقم واحد في العالم في هذه السياسه، يعني ما فيش منافس لها الا اسرائيل تقريبا. وكان من سوء حظنا نحن في اليمن ان نكون ربما الدوله الاولى التي تعرضت لهذه السياسه العدوانيه. اليمنيون جميعا لديهم قناعه بان المملكه السعوديه عملت دائما على اضعاف الدوله اليمنيه، نحن لا نقول سرا، طبعا هذا كلام متداول و يعني آ... لم ينقطع في يوم من الايام. ونقول هذا الكلام ليس لإدانة السعودية لأنه حتى الإدانة ما عادت مجدية نحن نريد أن نبصر الناس بطبيعة المشكلة التي نقع فيها طبيعة المشكلة التي تقع فيها السياسة السعودية والتي أوصلتنا إلى ما نحن فيه كان من وسائل إضعاف إضعافها يعني لليمن التآمر على الرؤساء اليمنيين المخلصين وتنصيب رؤساء يتسببون في إفشال الدولة اليمنيه كما هو الحال مع علي عبد الله الصالح علي عبد الله الصالح هو احد الذين نصبتهم السعوديه في اليمن يتهم اليمنيون السعوديه بالتامر على مقتل الرئيس الحمدي الرئيس المحبوب ابراهيم الحمدي وتنصيب الرئيس الموالي لها احمد الغشمي وهذه امور كانت اصبحت من البدهيات ولما قتل الغشمي دعمت الضابط علي عبد الله الصالح للوصول الى السلطه ثم دعمته في مراحل متعينة متقطعه في البقاء في السلطه البقاء على راس السلطه ومع ان هذا الاخير علي صالح المخلوع كان يوجه لها يعني بعض الطعنات بين فتره واخرى مثل طعنه التحالف مع صدام واحيانا مع القذافي واحيانا الا ان السعوديه لم تفكر في ازاحته طوال فتره حكمه لماذا لانها كانت تعتقد ان المخلوع هو الرجل المناسب لافشال الدوله اليمنيه والمجتمع اليمني وهذا هو مطلبها الرئيسي لا تحتاج إلا إلى واحد بهذه المواصفات شخص يعطل التنمية في اليمن يفشل الدولة اليمنية حتى لو جاء من بعض الشغب ممكن السيطرة عليه كانت اليمن هي الدولة الأولى التي عملت السعودية على إضعافها لكنها لم تكن الأخيرة هناك قائمة أخرى معروفة من الدول التي حاولت السعودية إضعافها العراق مصر السودان دول الخليج الصغيرة هذه الدول أيضا تعرضت لنفس السياسة السعودية وكانت النتائج مدمرة بالفعل هناك بلدان انهارت بالكامل يعني. انهارت بعض هذه الدول انهيار شامل وعادت حوالي مئة سنة إلى الوراء إن لم يكن أكثر كما هو حال العراق مثلا واليمن المؤسف أن هذه السياسة مستمرة حتى الآن هذه السياسة السعودية لل... تدميرية مستمرة حتى الآن على الرغم من نتائجها الخطيرة على المملكة نفسها السعودية الآن بدأت تجني ثمار هذه السياسة العدوانية في الخارج ها هي المملكة العربية السعودية اليوم تدفع ثمن هذه الأخطاء النوعية في سياساتها الخارجية والداخلية اليوم المملكة تمر بأصعب الظروف في تاريخها الحديث هناك سخط شعبي كبير ضدها في العالم الإسلامي بقسميه السني والشيعي داخلها وخارجها الشيعة الرافضينها لأنها سنية والسنة الرافضينها لأنها خذلتهم في مواجهة في مواجهة التمدد الشيعي الإيراني والقتل على القتل الطائفي الإبادة الطائفية التي تمارسها إيران وأذرع إيران في العراق في سوريا في اليمن في كل مكان كان السنة هذه الكتلة السنية الكبيرة كانت تتوقع أن السعودية سيكون لها موقف وأنها ستحميها لكنها خذلتها خذلتها خوفا من منافسين سنة وطبعا من التهديدات أيضا هناك منافسون يريدون أن يحلوا محلها في المنطقة وهناك مبتزون يريدون حلب أموالها يعني عموما السعودية اليوم تقف شبه مخذولة بعد أن فرطت في آخر الفرص التي كانت أمامها للخروج من شرنكتها الشرنقة التي ظلت تغزلها حول ركبتها لعقود أعني فرصة التحالف العربي لمواجهة المد الإيراني والعبث الغربي بالمنطقة هذه الفرصة كان الناس قد, قد, قد أعادت إليهم الأمل مجيء سلمان وعاصفة الحزم وعقد تحالفات كبيرة تحالف إسلامي وتحالف عربي جعل الناس يتصورون أننا أمام مرحلة جديدة يعز فيها العرب ويذل فيها المعتدون لكن للاسف الشديد انكشف الغبار عن نفس السياسه القديمه. بناء على هذه العقيده السياسيه للمملكه العربيه السعوديه يمكننا فهم التحول في موقفها من القضيه اليمنيه في الاونه الاخيره، قضيه الانقلاب على الشرعيه اليمنيه والمكتسبات الوطنيه. فبعد ان كان يعني استطاع كبير من اليمنيين على استعداد لتناسي هذا الإرث التاريخي إرث الأحقاد إرث الإساءة السعودية لليمن كان الناس قد بدأوا يكون عندهم استعداد للتناسي في مقابل أن تصحح المملكة بقيادة الملك سلمان مسارها وتكف بجوار الشرعية والشعب اليمني وقفة جادة مخلصة وقفة تزيل الانقلاب وتعيد الشرعية إلى الشعب اليمني في حين كان الناس يتوقعون ذلك إذا بالواقع على الأرض تقول غير ذلك تماما تقول عكس ذلك بعد سنتين وشهور من العمليات العسكرية في اليمن عادت حليما لعادتها القديمة هناك شعور بالإحباط كبير في الشارع اليمني بسبب خذلان المملكة لمعركتهم مع الانقلاب فهم غير مقتنعين الآن اليمنيون معظمهم غير مقتنع بأن المملكة عاجزة عن إنهاء الحالة الانقلابية الحالة الانقلابية كانت كابا كوسيني أو أدنى من الاندحار لولا التباطؤ المقصود يعني هذه الحالة الانقلابية نفسها السعودية كان لها دور في حدوثها لولا سياسة الملك عبد الله في دعم الحوثيين ومحاربة الربيع اليمني ما تعاظمت قوة الانقلاب ولا دخلوا صنعاء ولولا خذلان الشرعيه بطرق كثيره لما بقي الانقلاب حتى الان الشرعيه مخذوله في حقيقه الامر مخذوله يعني تماما من قبل التحالف وقد تبدى الخذلان الشرعية في مظاهر كثيره لا حصر لها يعني منها تهميش دور القياده السياسيه اليمنيه وضع القياده السياسيه اليمنيه وضع القياده هناك في وضع يشبه الاقامه الجبريه في الرياض حرمان الشرعيه من عاصمه بديله في اليمن تدير منها عملياتها ضد الانقلاب هذه واحده من اشكال الخذلان اليوم بات اغلب اليمنيين مقتنع بان السعوديه دخلت هذه الحرب لاضعاف الجميع اضعاف جميع الاطراف اليمنيه وخاصه الطرف الداعم لثوره 11 فبراير والتغيير وهناك كاتب سعودي بالامس تحدث عن انه السعوديه دخلت في تناقض هي تريد من ناحيه ازاله الانقلاب لكنها لا تريد خدمه اعداء الانقلاب هذه حاله تناقض اوصلتنا الى ما نحن فيه الان ما يمكن ابدا تنجح اذا لم اذا لم تدعم فصيل في في الداخل المحلي كيف بامكانك ان تنجح ضربات العسكريه لا تجدي شيئا ضربات عسكريه بالطيران دون خطه شامله وتحرك شامل دبلوماسي واقتصادي وسياسي وعسكري تعتمد فيه على حليف حقيقي في الداخل. إذا لم يكن ذلك، فأنت لا تستطيع أن تنجز معركة، وأنت فقط تضعف الجميع وتسبب لنفسك مشاكل. هناك شعور بالخيبة لدى الشريحة التي ظنّت أن عهد الملك سلمان سيكون مختلفاً. المؤسف أن هذه النتيجة صبّت في صالح الانقلاب وتعزيز معنويات الانقلابيين. ولعل رغبة محمد بن سلمان في إنهاء الحرب قبل هزيمة الإنقلاب تؤكد هذا المعنى لما يقول إحنا خلاص عندنا رغبة في إنهاء المعركة تؤكد أن الجماعة هذا دخلوا يطيحوا بالجميع سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا حول استراتيجية الإمارات هذه المرة الإمارات العربية المتحدة بقيادة محمد بن سلمان ابقوا معنا الاف من الالغام زرعتها مليشيا الحوثي لتحصد ارواح اليمنيين يزرعون الموت ويوزعون الخوف وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعه الحياه مرحبا بكم من جديد خلال العقود الماضية كانت السعودية هي اللاعب الأكبر وربما الوحيد في اليمن إلا أن السنوات الأخيرة كشفت عن لاعب جديد له طموح أمبراطوري ذلك هو الإمارات العربية المتحدة بقيادة محمد بن زايد لا نعرف بالضبط التاريخ السري لتدخل الإمارات في اليمن لأنه بالتأكيد هناك يعني علاقات وطيطة بينه وبين نظام صالح لكن المعروف أنه كان هناك يعني للنظام المخلوع علاقات قوية مع نظام محمد بن زايد طوال الفترة الماضية سيكشف المستقبل حجمها وأبعادها ننتظر كثير للمستقبل ولهذا كانت الإمارات أكثر المنزعجين من سقوط نظام صالح ويبدو أن علاقة المخلوع بالإمارات كانت من ذلك النوع الذي يبحث فيه المخلوع عن حلفاء إقليميين في الباطن ضد السعودية كما هي عادته دائما فقد كان في الظاهر موظفا يعني لدى السعوديه موظف اعلى لدى المملكه السعوديه في اليمن هذا في الظاهر لكنه في الباطن كان يتعاقد مع منافسيها وخصومها السريين مره يتعاقد مع صدام مره القذافي مره ايران مره الامارات هذا كان ديدنه بل بامكان البحث ان يجمع شواهد عديده على ان علاقه المخلوع بالامارات كانت تاتي ضمن العلاقات السريه للمحور الصهيوني في المنطقه او للمافيا الدوليه في المنطقه يبدو علي عبد الله صالح كان وكيل للمافيا الدوليه وهو ما زال الى الان يعني يشعر بان هذا عنصر قوه لديه هذا ربما يفسر حاله الاطمئنان التي لديه من انه لن يصاب باذى لانه عاده المافيات تحمي اعضائها من المعروف ان نظام الامارات قد قدم نفسه من وقت مبكر كحامل للتطبيع العربي مع اسرائيل ومحارب شرس لمشاريع المقاومة الفلسطينية وثورات الربيع العربي وثورات التغيير في الوطن العربي وكذلك المخلوع كان يقدم نفسه في الفترة الماضية أو الأخيرة كمحارب للإرهاب وداعم لنفس الفصائل التي كانت تدعمها الإمارات والحرب على الإرهاب هي الغطاء الشرعي لعملية التطبيع في المنطقة وأيضا الإمارات كان ربما لديها علاقة بالمافيات غسيل الأموال وتجارة المخدرات ومشاكل من هذا النوع وعلي عبد الله صالح هو الفارس، فارس الرهان من ايام ما كان في باب المندب كما يقولون. هناك علاقه مريبه ربما الايام ستكشف عن حقيقتها عن علاقه نظام صالح بنظام الامارات بالمافيا الدوليه. نعود الى موضوع استراتيجيه الامارات في السياسه الخارجيه تحديدا. اصبح معروفا ان لدى محمد بن زايد اللي هو الحاكم الفعلي للامارات طموحات توسعيه على شاكله الطموحات الاستعماريه. صار هذا واضح. حتى انه يسمون دولته الان سبرطا الصغيره يعني ويبدو ان الرجل الذي درس في بريطانيا محمد بن زايد درس فتره في بريطانيا يبدو انه قد تاثر بفكره شركه الهند الشرقيه هذه الشركه البريطانيه ودورها في التمهيد للاستعمار البريطاني في الشرق كانت هذه الشركه شركه الهند الشرقيه ايضا الهولنديون كان عندهم شركه مثلها كانت شركه مساهمه يعني الامه كانت مساهمه فيها. كانت في ذاتها شركه اقتصاديه الطابع لكنها في حقيقتها استعماريه الفعل. كانت تمهد للاستعمار. يبدو ان بن زايد يحلم بان تقوم شركه دبي العالميه مقام شركه الهند الشرقيه. ومن الواضح انه شخص طموح وعديم القيم في ان مع ليس لديه قيم انسانيه و... يعني واضحه يعني فجورة في الخصومة وحقدها الأسود على على الخصوم وعلى المخالفين ويعني أخبار وحكايات التعذيب التي تجري في السجون الإماراتية يدل على أننا أمام شخصية سادية شخصية غير طبيعية وقد نجح حتى الآن في إجهاض طموحات الشعوب العربية في التغيير كما نجح في حصد أكبر قدر ممكن من كراهية الشباب العربي يبدو ان محمد بن زايد سيقود الامارات الى نهايه سيئه في المدى المتوسط. استراتيجيات محمد بن زايد لا تكف عند حدود تامين مستقبل شركه دبي العالميه عن طريق السيطره على اهم المواني، مواني المنطقه المنافسه، ميناء عدن، ميناء قناه السويس وغيرها من الموانئ والممرات. ومن المعلوم طبعا أن هذه الشركة تضم أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية تتوزع على ست قارات في العالم استراتيجيته إذا لا تكف عند حدود تأمين هذه الشركة التي تشبه شركة الهند الشرقية بل تعمل على ما هو أبعد وأخطر محمد بن زايد يعمل على تغيير هوية المنطقة نفسها يريد أن يجري تغيير قاعدي شامل حتى يستمر ويبقى هو و محور الصهيونيه كما نقول وذلك عن طريق ازاحه كل القوى المعاديه لاسرائيل والرغبه في التغيير وفي مقدمه تلك القوى القوى الاسلاميه السنيه يبدو انه قد اتفق مع اللوبي الصهيوني في امريكا على البحث عن بديل مذهبي لاهل السنه هذا البديل هو التيار الصوفي الذي سبق وان تحدثنا عنه قبل حوالي عام في هذا البرنامج كنا في هذا البرنامج من اوائل من حذر من الدور القادم للتيار الصوفي، طبعا نحن لا ليس لدينا مع التيار الصوفي خصومه ايديولوجيه او مذهبيه بالطبع، احنا نتكلم من منظور سياسي، توظيف التيار الصوفي في وظيفه سياسيه لا تليق به. لا تليق بتاريخه لان الصوفيه كان لها تاريخ جيد في كثير من الاحيان يعني في مواجهه الاستعبار احيانا. يعني عبد الكريم الخطابي في المغرب عبد القادر الجزائري في الجزائر الثورة المهدية في السودان هؤلاء كلهم كانوا صوفية وكانوا في مواجهة الاستعمار نحن نتحدث عن توظيف سلبي سيء للتيار الصوفي المعاصر ضد حركات الشعوب الحركات التحررية لما تكلمنا عن التيار الصوفي في حلقة سابقة قبل حوالي عام غضب بعض الناس و... ظن اننا نتجنى على على الصوفيه، والحقيقه غير ذلك، الحقيقه اننا كنا كما قلت نتحدث عن الدور الذي تريد امريكا والامارات واللوبي الصهيوني والسيسي ان يوكلوه الى الحركات الصوفيه في المنطقه. قلنا هذا قبل عام وها هي الايام ها هي الايام تثبت ان قراءتنا كانت صحيحه بدليل هذا الاعتراف الصحيح الذي سنسمعه بعد قليل من الجماعات الصوفية في السودان سنشاهد بعد قليل فيديو لواحد من قيادات التيار الصوفي في السودان يعلنها على الملأ ويقول جلسنا هذا فيديو حديث جديد يقول جلسنا مع الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض مع الصف الأول في الإدارة الأمريكية وجلسنا مع الصف الأول في الكونغرس ومع الصف الأول في الأمن القومي الأمريكي ومع الصف الاول في الخارجيه الامريكيه، لاحظوا الكلام الخطير. وجلسنا مع مراكز بحثيه ومع كنائس في ورشه عمل عنوانها مرتكزات التطرف الفكريه، ثم يقول هذه الورشه خرجت بان التصوف هو الاسلام المعتدل وينبغي التعاون مع الغرب على مظله التعايش السلمي بين الأديان وتبادل المصالح طبعا هذا عنوان فضفاض عام لكن الشغل يكون شغل تآمر على الكتلة السنية الكبيرة تعالوا نستمع إلى هذا التصريح الخطير ثم نعود للتعليق عليه وبيان ما علاقة بالإمارات والسيسي وإسرائيل الأعمال الأمريكي قبل شهرين أخي حبيب علي الجفري كنت على يعني في وفد من صوفيه السودان منهم الخليفه العشاء عبد الوهاب الكباشي الذي سوف تزوره يوم في يوم الغد ان شاء الله. والشيخ الطيب الجد رئيس المجلس على التصوف من خلفاء السودان حيث نوب شخصا واخرين جلسنا مع الاداره الامريكيه البيت الابيض الصف الاول الكونغرس الصف الاول الامن القومي الصف الاول الخارجيه الامريكيه الصف الاول ومراكز بحثيه وكنائس في ورشه عنوانها مرتكزات التطرف الفكريه كيف تحارب كيف يصنع التطرف مالا وفكرا ووضعنا على مائده النقاش ما نعرف وما تعرف من هو المتطرف هذه الورشه خرجت بان التصوف هو الاسلام المعتدل وينبغي التعاون ما بين الغرب ينبغي التعاون ما بين الغرب على مظله التعايش السلمي بين الاديان على مظله تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام اختم من الاليات الكلام صريح وواضح لكن قبل ان يكون صريح وواضح كنا قد لاحظنا احتفاء النظام الاماراتي بالتيار الصوفي والشخصيات الصوفيه قبل ذلك بسنوات ولعلكم لاحظتم في الفيديو السابق ان اول ما ورد على لسان المتحدث السوداني هو اسم الحبيب الجفري صاحبنا صاحبنا الذي يقوم بدور مشبوه في هذه الفتره ولعلكم لاحظتم علاقه الجفري بكل من نظام محمد بن زايد من ناحيه ونظام السيسي من ناحيه اخرى وكثير من الناس لاحظوا الاحتفاء المبالغ فيه من قبل وسائل الاعلام المصريه بالجفري وقد اشرنا في حلقه سابقه الى ان علي جمعه هذا الشخصيه الاخرى التي الموازيه لعلي الجفري علي جمعه المشهور بعداوته الضاريه للاخوان المسلمين هو ايضا احد اعلام الصوفيه في مصر هذا الذي قال للسيسي وقيادات الجيش اضرب بالمليان اضرب في المليان يعني اقتل ولا تبالي رجل دين يوجه ويسهل للعسكر قتل آلاف المدنيين في مصر، هذا رجل دين. هذا علي جمعه وعلي الجفري يقومون بادوار مشبوهه في المنطقه في هذه الفتره. كما اشرنا من قبل الى ما قاله ثروت الخرباوي في في كتابه الذي اشتهر قبل سنوات قليله بعنوان سر المعبد والذي يحكي قصته مع جماعه الاخوان ويهاجمهم في الكتاب. في هذا الكتاب وردت معلومة تقول طبعا هذه المعلومة هي التي ألهمتنا لتتبع خط الصوفية وعلاقته بالنظم المستبدة الآن قال في هذا الكتاب أن التيار الصوفي هو الوحيد المسموح له بالنفاذ إلى الجيش المصري أما بقية التيارات الإسلامية فهي محذورة لا تستطيع أن تتسرب إلى صفوف الجيش المصري لماذا الجيش المصري؟ إحنا لما نقول الجيش المصري كأنما نقول الجيش الضامن لأمن إسرائيل في في المرحلة الراهنة الجيش المصري منذ وقت طويل تمت السيطرة عليه ليكون جيشا لصالح إسرائيل أكثر مما هو جيش لحماية مصر ومقدرات مصر ومكتسبات المصريين من المخاطر وحماية الأمن القومي المصري الجيش المصري لأنه كان جيش كان يمثل أرق لإسرائيل ويمثل أرق لأمريكا تم الاعتناء به بعناية عملوا عمليات فلتره واسعه جدا تمنع دخول الاخوان المسلمين وما شابههم، سمحت فقط للصوفيه بالدخول. قلت ان علي الجفري هو نقطه التواصل او الوصل بين التيار الصوفي في كل من اليمن ومصر والسودان والامارات والمنطقه العربيه. علي الجفري يمني كان يقيم في الامارات فتره طويله حضوره الغالب في التلفزيونات المصريه حضور قوي اقوى من حضور المصريين انفسهم من اما السودان فقد استمعنا الى الشيخ الصوفي كيف يبجله وكيف وكان في خطبه سابقه لعلي الجفري تحدث فيها عن سند عمامته الذي يبلغ 1400 سنه ومع ان الاعلام المصري يوليه اهتمام خاص هذا الجفري يعني طوال الفتره الماضيه كان الاعلام المصري يبجل بشكل كبير واضح يعني انه واضح انه ياتي بتوجيهات استخباريه الا انه اي الاعلام المصري اضطرب كثيرا عندما انكشفت زياره الحبيب الجفري لاسرائيل قبل فتره علي الجفري كان زار اسرائيل وخرج الموضوع للشارع انكشف فكان لابد للاعلام المصري ان يعني يبرئ ساحته مع انها زياره مرتبه بين محور دحلان و يعني محور دول دحلان وبين إسرائيل بالمناسبة محمد دحلان من أسرة أيضا صوفية محمد دحلان من أسرة صوفية تعود أصولها إلى الحجاز تعالوا نستمع إلى الإعلامي المصري المعروف وائل الإبراشي وهو يعلق على زيارة علي الجفري لإسرائيل كيف كان لكن انت شيخ امام وشيخ ورمز ديني اعتقد انه ما كان له ان يتورط في هذه الفضيحه اللي احنا شايفينها على الشاشه مهما قال لا يمكن ابدا ان انا وافق ان الشيخ حبيب علي الجفري والذي ندعو من هنا لمقاطعته لانه اللي بيطبع مع الاسرائيليين بهذا الشكل لابد من مقاطعته وعزله وتوقيع العقوبات الشديده عليه وهقول لكم بعض البيانات اللي صدرت ضده اهو ده الشيخ الحبيب علي الجفري في هتلاقوا يعني ده في ظل الحمايه الاسرائيليه. حصل على تاشيره اسرائيليه ويتجول الان في ظل الحمايه الاسرائيليه وهقول لكم هو قال ايه للاسف الشديد الكلام اللي بيتحكوا بيه على الناس زياره الحبيب علي الجفري للقدس خيانه وطنيه وما فيش فيها فصال خيانه وطنيه وانه لابد ان يحاسب ويساءل على ذلك لانه كمان استخدم الدين واستخدم الرمز الديني في انه في الترويج لهذه الزياره وقعد يعدد في الاخير السعوديه لديها استراتيجيتها الامارات لديها استراتيجيتها وكلاهما لديه استراتيجيه خاصه ترى اليمن في الفترة في الاخيره تراه تهديد لابد من وضعه تحت الاقامه الجبريه للاسف الشديد هذه هذه حقيقه ينبغي ان نعترف بها ولكي يتحقق ذلك لابد ان يبحثوا عن شريك محلي يمني يمكن الوثوق به للقيام بهذا الدور في مقابل ان يحظى ببعض الرعايه الاقليميه والرعايه الصهيونيه اذا لابد لهم من شريك ما دام انهم يبحثون عن شريك فمن المحتمل ان يكون هذا الشريك هو ما تعلمونه يعني النظام السابق يعني لا اظن ان الامر يحتاج الى ذكاء بالنسبه للسعوديه والامارات لن يجدوا احسن من النظام السابق للتعاون معه في ابقاء اليمن قيد الاقامة الجبريه علي صالح او نظامه لا يعنيه سوى ان يبقى حتى لو حول اليمن الى خرابه واكوام رماد لكن هل سيتحقق لهم ذلك نحن نعتقد ان الربيع العربي لن يتوقف عند حدود الدول التي كان فيها الربيع العربي كما قال احدهم هو اشبه بالسيل كل من وقف امامه سيتضرر دول الخليج وقفت امام الربيع العربي او معظم دول الخليج وخاصه السعوديه والامارات وقفوا امام الربيع العربي وهو الان يعصف بهم كان بامكانهم ان يتجنبوه كان بامكانهم ان يصاحبوه لكنهم للاسف الشديد اختاروا الموقف الخطا نحن نقول هذا الكلام هي تقديرات في نهايه المطاف نحن نقدر ان يكون ذلك نقول هذا الكلام حتى نحذر قد يكون كلامنا صحيح وقد يكون غير صحيح هذا ما وجدناه في الشواهد هذا ما دلت عليه القرائن نحن نحذر فقط من هذه السياسات، نحذرهم هم اولا ونحذر الداخل المحلي ثانيا. السعوديه ستجني على نفسها اذا عادت الى سياستها القديمه مع اليمن. سياسه التطويع ووضع اليمن تحت في الزغن كما يقولون باللهجه المحليه ووضع وكيل عميل محلي يعمل على تدمير التنميه وافشال الدوله هذه السياسة خاطئة وينبغي أن تتجاوز المملكة العربية السعودية وينبغي أن تضع يدها بأيدي المخلصين والشرفاء من اليمنيين وهم سيردون لها الجميل بالتأكيد نحن لا نستهدف السعودية وليس لدينا أي ضغائن نحن فقط محتاجين بلد كريم عزيز نعيش فيه لا نطلب أكثر من ذلك إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نرجو أن نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله وحفظه